سجن حلب المركزي. معنا من حلب محمد الهادي مراسل شبكة شام الإخبارية. محمد مساء الخير، أهلا بك. هل تؤكد لنا سيطرة الجيش الحر على سجن حلب المركزي، وما هي تفاصيل هذه العملية؟ نعم، يعني لحد اللحظة الأنباء متضاربة عن تحرير السجن المركزي في حلب، وردت أنباء عن تحريره، ولكن يعني منذ قليل ورد أنه لا تزال الاشتباكات جارية. تم تحرير أجزاء كبيرة من السجن، لكن لحد هذه اللحظة لم يتم تحرير المساجين، لم تتم السيطرة على السجن بشكل كامل. شهدنا اليوم اشتباكات عنيفة دارت في السجن، استطاع الثوار أن يحكموا السيطرة على أجزاء كبيرة منه، واستطاعوا أيضا تفجير سيارة محملة بعشرين طن من مادة التي إن تي شديدة الانفجار في بناء العظم الذي تتحصن به قوات النظام. طب محمد، سجن الحلب المركزي هو مؤلف من ثلاثة أبنية حسب المعلومات لدينا، أي أبنية تمكن الجيش الحر من السيطرة بشكل كامل عليها، أم حتى الآن لم يسيطر ولا على أي مبنى، وإنما على بعض المناطق يعني القريبة من هذا السجن؟ نعم، يعني لا، في الحقيقة استطاع الثوار أن يحكموا السيطرة على بعض الأجزاء من المباني داخل السجن. استطاعوا أن يفجروا المبنى العظم والذي كان فيه العديد من قوات النظام، أيضا استطاعوا الحصول على مبنى آخر، لكن هناك صعوبة في التواصل مع المقاتلين في ذلك المكان يعني بسبب هذا هو السؤال محمد. أنت كنت ذكرت لي أنه مبنى العظم تمكنوا يعني من تفجير أجزاء منه، ولكن حتى الآن هذا المبنى بالذات هل هو تحت سيطرة الجيش الحر أم ما زال تحت سيطرة النظام؟ نعم، يعني لحد الآن هناك صعوبة في تناقل الأخبار من المقاتلين داخل السجن بسبب كثافة الطيران في تلك المنطقة والقصف العنيف جدا على السجن، لكن يعني على ما يبدو حتى هذه اللحظة أن عمليات تمشيط داخل السجن الآن. الثوار استطاعوا أن يحكموا السيطرة على المباني، لكن هناك بقي أماكن صغيرة فيها قوات النظام بالإضافة إلى مساجين لم يتحرروا بعد. طيب حصيلة القتلى محمد من الجيش الحر وأيضا من النظام، هل لديك أي معلومات حولها؟ نعم، يعني في الحقيقة المعركة لم تنتهي بعد، لا تزال العملية مستمرة، لذلك لم يفيد أحد من الطرفين بعدد الخسائر، لا الجيش الحر ولا قوات النظام، وهناك صعوبة كبيرة جدا في التواصل مع المقاتلين داخل السجن بسبب الوضع في تلك المنطقة. أشكرك جزيل الشكر محمد الهادي مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معي من حلب.